أخ يقول: ذكرت الرد على قول من يقول بقبول حديث الضعيف في الترغيب والترهيب في حاشيتك على الحطة، لو تقرأها علينا من صفحة 14. ما أدري عندكم هنا حطة، معنا المكتبة. أتوا بالحطة تحت الفصل الثاني في ذكر الأحاديث المحتج بها في الأحكام الشرعية، ثم ذكر الصديق الاحتجاج في الأحكام بالخبر الصحيح مجمع عليه وكذلك بالحسن لذاته عند عامة العلماء، وهو ملحق بالصحيح في باب الاحتجاج وإن كان دونه في المرتبة والحديث الضعيف، يعني هو من ضمن الصحيح، الحسن من ضمن الصحيح، والحديث الضعيف الذي بلغ بتعدد الطرق مرتبة الحسن لغيره أيضا محتج به، وهو من ضمن الحسن. وما اشتهر من أن الحديث الضعيف معتبر في فضائل العمل لا في غيرها، المراد مفرداته لا مجموعه، وهذا يعني الحديث الضعيف المنجبر، لأنه داخل في الحسن لا في الضعيف، صرح به الأئمة مثل الترمذي وغيره. لا يجوز إهدار هذا، لا يجوز إهداره. فالصحيح مراتب، مراتب أعلاها المتفق عليه، مثلا مراتب الصحة سبعة، الصحيح مراتب، ومنه الحسن الصحيح لغيره أو الحسن لغيره، أما إهدار الحسن لغيره فمنتقد جدا. والذي يريد فقط حديث صحيح لذاته أو حسن لذاته سيطيح بجملة من الأحاديث الثوابت عليها الإجماعات وعليها أعمال المسلمين، يبدع هذا، أليس كذلك؟ يبدع، الذي ينكر الحسن لغيره يبدع. فالإمام البخاري يحتج بالحسن لغيره، والإمام مسلم وسائر أئمة الدين، وما تراهم يجمعون الحديث طرق الحديث إلا لهذا المعنى. الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يعرف حاله، ما يد. وقال بعضهم إن الضعيف إن كان الضعيف من جهة سوء الحفظ واختلاط أو تدليس مع وجود الصدق والديانة يجبر بتعدد الطرق، وإن كان من جهة اتهام بالكذب أو الشذوذ أو فحش الخطأ لا يجبر بتعدد الطرق، والحديث محكوم عليه بالضعف ومعمول به في فضائل الأعمال. وعلى مثل هذا ينبغي أن يحمل ما قيل عن لحوق الضعيف بالضعيف، لأن لحوق الضعيف بالضعيف لا يفيد قوة، وإلا فهذا القول ظاهر الفساد. هكذا قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في مقدمة المشكاه، يعني رد الحسن لغيره. وقال النووي في الأذكار: ذكر الفقهاء والمحدثون أنه يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، بل ما لم يشتد الضعف ولو لم يكن موضوعا. وأما الأحكام كالحلال والحرام والمعاملات فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح والحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عن ذلك ولكن لا يجب. وخالف ابن العربي المالكي في ذلك فقال إن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، وله بقية من الكلام في الحطة نفسها. وقال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح: وقد نقل بعض الأثبات عن بعض تصانيف الحافظ أبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله أنه قال إن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلق انتهى. وكذا نقله عن ابن العربي السيوطي في التدريب وغيرهما. والذي وجدته من قول ابن العربي في الأحكام كان القرآن وصيتي في كل وقت ومجلس أن لا تشتغلوا في الأمن الحديث بما لا يصح سنده. وقال في المسالك شرح موطأ مالك: وقد اختال الشيطان الناس في هذا المقام فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأشد ما في الحال أنهم نسبوها إلى الأنبياء فيقولون دعاء آدم دعاء نوح دعاء إدريس: اتقوا الله في أنفسكم ولا تشتغلوا من الحديث بشيء إلا بالصحيح منه. وقد انتشر بين الناس التحديث بالأحاديث الضعيفة والقصص السخيفة تحت دعوى ترغيب الناس، وفي ذلك بلاء عظيم وخطأ جسيم، منه إثبات بعض الأسماء والصفات لله تعالى، هذا نقلناه من كلام التدريب وغيره،
أو نفيها في ذلك الحديث مع الاتفاق أنها توقيفية على الدليل الصحيح. اثنين، انتشار البدع ومزاحمة السنن، وهي أيضا سبب كثرة الخلاف بين المسلمين، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر، وإذا جاءت سنة ذهبت، إذا جاءت بدعة ذهبت سنة، كما جاء في الأثر. ثلاثة، سبب فعل خلق غير ثابت يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره الأنبياء، وليس من شمائلهم الشريفة عليهم الصلاة والسلام. أربعة، كذلك إضافة فعل لنبي يتوقع أنه وصف شريف وهو من عن غير المعصوم، قد يظهر منه الذم والقدح في من عزي إليه ذلك الوصف، لأن الله تعالى يقول: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. خمسة، قد يكون ذاك المحدث به لا يظهر له حكم فيما حدث به في الترغيب، وقد يأتي من هو أفقه منه فيستنبط منه حكما أو أحكاما. ستة، الترغيب والترهيب عبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، الأعمال والأقوال إلى آخره، ولا يكون الفعل محبوبا عند الله إلا بما أبان استحبابه في كتابه أو جاء به أو جاء أو أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ أن المستحب من الأحكام الخمسة المذكورة في قول العمريطي: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. سبعة، ستة، هذا سبعة، عوام الناس إذا حدثوا بحديث من ذلك وثبت عندهم صاروا ينكرون على من خالف ما دل عليه من الترغيب على حسب ما عملوا من الخطأ، وفي هذا غش لهم وإتعاب لأهل العلم في إقناعهم بترك ذلك. ثمانية، هذه الشريعة كاملة، ولو عمل الناس بكتاب الله وبما ثبت عن رسول الله لكفاهم. تسعة، العمل بالضعيف ربما فوت العمل بالحديث الصحيح. عشرة، قامت جهود أهل العلم رحمهم الله على تنقية هذه الشريعة مما دس فيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ففي إشاعة القول بالعمل بالضعاف عدم احترام لجهودهم. الحادي عشر، رب حديث ضعيف يسبب إعسارا، والمحدث به يزعم أنه يرقب الناس، يسبب عسرا وضيقا على الناس. اثنى عشر، الأحاديث الضعيفة سبب تشكيك الناس في الأدلة الصحيحة، وسبب المضاربات بين الأدلة وأنها مشتبهة، أدلة مشتبهة، حديث يأتي لك بحديث ضعيف يصادم بها أحاديث. ثلاثة عشر، كم يتستر أهل الأهواء تحت الأحاديث الضعيفة ويحتمون بها زعموا من تشنيع الناس عليهم، فيحصل الغش منهم للمسلمين تحت هذا الستار وتشاع البدع، تأتي تحدث يقول: لكن قال رسول الله كذا، إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته ونقصانه كفر، يحتج لك بحديث موضوع أو شديد الضعف يحتمي تحته على نفي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويرد عقيدة صحيحة. أربعة عشر، هذه القيود التي ذكرها بعض العلماء في جواز التحديث بالضعيف لا يدركها كل الناس ممن يعظون ويخطبون، فالقول بالتحديث بالضعيف ذريعة للتحديث بما من بعض الناس بالموضوعات المكذوبات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإشاعة الكذب عليه، وهو القائل: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليلج النار، وسد ذرائع الفتنة والمحرمات أمر واجب، وأيضا هي قابل للمزيد من هذه الأرقام. أربعة، ذكرنا أربعة عشر مضرة من مضرات التحديث بالأحاديث الضعيفة، وهو قابل للمزيد، حتى كان بعضهم من جماعة التبليغ يأخذ الموضوعات ابن الجوزي اشترى موضوعات أو تحصل عليها ويحدث منها، يحدث منها، يمسك الترغيب ويحدث، ويظن أن الموضوعات أنها من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ما يعترفون بالأحاديث الضعاف. ترى بعضهم تقول له حديث ضعيف، قال: إن شاء الله نأكله لحم، نأكله حتى يسمن ويقوى، أكله لحم، ما يفهمون.